وفي البداية نود أن نبدأ مع كلمة السيد المدير العام سيد جعفر مراد فليتفضل مشكورا. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكرام، السيد نديم عمر نائب رئيس مبيعات الدولية شركة مولاك، السيد سامر عليق مدير مبيعات الشرق الأوسط وإفريقيا شركة يونيمول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليشرفني حضوركم وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأنتهز هذه الفرصة لأبارك لكم ولشعبنا العزيز مناسبة عيد الاستقلال 66. الضيوف الكرام، إننا اليوم نحتفل بمرور 10 سنوات على شركة مراد التجهيزات العامة، وهي إحدى شركات مجموعة التطوير الأردنية الدولية التي تأسست أولى شركاتها منذ 40 عاما من قبل جدي رحمه الله بفروعها عمان القاهرة وفروعها. وبهذه المناسبة نقيم هذا الحفل لمواكبة المستهلكين والكوادر الهندسية والفنية بكل ما هو جديد حول منتجاتنا والميزات الخاصة بها لتحقيق أعلى معدلات الجودة للأعمال الخاصة بعملائنا، إيمانا منا بروح الشراكة الدائمة معهم، تحقيقا لشعارنا نعمل بجد نصنع الفرق نحقق الازدهار. ولتعزيز مكان شركتنا محليا ودوليا ولسهولة التواصل مع آخر المتغيرات العالمية بما يخص مجالات التبريد والتكييف ومستلزمات البناء، قمنا بتأسيس أحدث فروعنا في مدينة دبي لنقترب أكثر من المنتجين والموردين العالميين وفتح أسواق جديدة، مما يعود على شراكتنا الدائمة مع عملائنا بالنفع الأكبر ولتلبية جميع احتياجاتهم تحت سقف واحد، وهذا هو هدفنا الأسمى. أؤكد لكم أننا سنبقى دائما كما عهدتمونا في الصدق والأمانة والتعامل معكم على تلبية احتياجاتكم بأعلى جودة ودون توالي. وفي الختام أجدد الترحيب بكم والشكر الجزيل على حضوركم، وسوف نستمع لشرح عن أبرز منتجاتنا الرئيسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.